في التوقيت ده انا كنت بتابع مع اهل ساره والدها، ساره وصلت لايه، ساره عملت ايه، بتتابع لكن ما بتروحش. ما رحتش لان انا اوريدي في المباحث. اول ما لقيت فرصه ان انا اعرف اتحرك رحت لها المستشفى، روحت الساعه 2 بالليل ورحت لها المستشفى. الكلام ده بعد الحادثه بقد ايه؟ بثلاث ايام بالظبط. بدات هي تفهم ان ده فراق؟ لا، لحد دلوقتي الوقت اللي انا روحت فيه المستشفى اول مره كانت هي عماله تقول لي، ماما عماله تقول لي انت نادله ما بتجيش ومش هتيجي تسال فيها خلاص عشان انت حصل لك حادثه، مصطفى هيسيبي خلاص هيبعد عنك. طبعا الكلام ده كله غلط. انا روحت لها في اقرب فرصه عرفت ان انا اتحرك فيها، لان طبعا كل ده مش بمزاجي، اكيد مش هقعد في المباحث، انا اول مره في حياتي ادخل قسم اصلا. فاول فرصه روحت فيها المستشفى وطمنتها ان انا جنبك، وقعدت تقول لهم انا قلت لكم مصطفى مش هيبعد عني، مصطفى مش هيسيبني، قعدت تقول الكلام ده قدامي. طيب اول ما شافتك عدبتك بعد 3 ايام؟ هي لا، هي ما عدبتنيش ولا حاجه، ده هي قالت لي انا عايزه اطمن عليك انت فين، بيقولوا لي اللي انت حصل لك حاجه، بقت تبص على وشي وتحط ايديها على وشي وتقول لي انت فيك حاجه، اقول لها لا انا كويس الحمد لله، قعدت تطمن عليا. شفتها بقى وهي تعبانه؟ انا كنت الموضوع اصلا من البدايه صعب عليا، يعني انا لحد دلوقتي نفسيتي تعبانه اقسم بالله، الموضوع صدمه جامده، انا اول مره اتحط في موقف زي ده، اول مره يحصل كل ده معايا، فالموضوع صعب عليا جدا. صعب عليك نفسك ولا ما شفتها صعبت عليك اكتر؟ لما شفتها صعبت عليا اكتر، لان هي اصلا نفسي، يعني هي اكتر بني ادم انا بحبها، فطبيعي ان انا فده، يعني انا اللي كان حارقني ساعتها اللي انا ما عرفتش اعمل حاجه، انا بصيت على شمالي اتضربت ما لحقتش افاديها، ما عرفتش ان انا حتى انزل وشها تحت عشان الضربه ما تجيش فيها، ما لحقتش اعمل اي حاجه. اخر رساله بينك وبينها كنتش بكلمها في التليفون؟ لا، ما كلمتهاش في التليفون نهائيا في الفتره بتاعت الحادثه. كان منعك؟ ان هم اهلها معاها الموبايل، فلما اتصل ما حدش هيتواصل معايا، ما حدش هيخليني اكلمها. يعني الموبايل بتاع ساره كان مع اهلها، واهلها مش عايزيني اجي، فمهما اتصل ما كانوش بيوصلوني بيها. مش عايزاك تيجي ليه؟ ده بنتهم في ظرف وبتسال عليك ومتعلقه بيك. هما كانوا شايفين ان انا السبب في ده، او الناس اللي عملت كده تبعي. هما كانوا شاكين في كده. في ايه؟ شاكين ان الناس اللي عملت معايا كده دي، الناس دي في عداوه ما بيني وما بينها، والناس دي عملت ضربت علينا عشاني انا، مش عشان هما ناس بيثبتوا او عايزين يسرقوا العربيه. دي حاجة، والحاجة التانية اللي هما كانوا بيقول لها على طول انت مش هتسيبي مصطفى غير بنصيبة وكلام كده مش كويس يعني، فهم بالنسبة لهم النصيبة حصلت، فهو مصطفى السبب، فهم أي حاجة أساسا بتحصل مصطفى السبب، لأن هما شايفين إن سارة متعلقة بيا جدا، ومهما يحصل ما بيننا إحنا مش بنسيب بعض، ومهما يفرقوا ما بيننا ووالدتها تقول كلام عليا ما بيحصلش، هي كانت بتقول كلام كتير ما بيحصلش،